هذه ملكية خاصة. رجل يبحث عن الانتقام. جريمة وحشية في وضح النهار نتجت عن حدث جرى على ارتفاع 20 كيلومترا، حين تحولت رحلة العمر إلى حادثة تحطم الطائرة المدنية الأسوأ في التاريخ الألماني. على المحققين أن يعرفوا كيف يمكن لطائرتين متقدمتين للغاية أن تكونا في المكان والزمان نفسهما. لا تقع الكوارث بالصدفة، بل هي نتيجة سلسلة من الأحداث البالغة الأهمية. لنكشف عن القرارات المشؤومة في تلك اللحظات الأخيرة قبل الكارثة. روسيا، موسكو، مطار دوموديديفو الدولي، في 1 يوليو 2002، الساعة 10:08 مساء. انتظر 45 تلميذا روسيا ليستقلوا طائرة متوجهة إلى برشلونة. إنها مكافأتهم لأنهم برعوا في المدرسة. في صفوفهم آرتور هاماتوف البالغ من العمر 11 سنة. في بداية السنة الدراسية اتفقنا على أن يتمكن من مرافقة المجموعة إذا نال علامات ممتازة. ذات مساء حين عدت من العمل أتى إلي وأراني تقريره المدرسي وقال: انظر يا أبي، لقد وفيت بوعدي. ونظر إلي وفي عينيه سؤال، فقلت له: أعدك بأنك تستطيع الذهاب. كان الأولاد من أوفا في وسط روسيا، أخروا في موسكو لأن طائرتهم الأولى فاتتهم. استؤجرت طائرة بديلة لتقلهم إلى إسبانيا. الرحلة BTC 2937. كذلك كانت سفيتلانا كالوييفا وولداها كونستانتين وديانا على متن الطائرة. كانا سيزوران والدهما الذي عمل في إسبانيا لسنة ونصف السنة. كلمتهما هاتفيا كل يوم مما سهل إقامتي، لكن كان من الصعب ألا أرى ولدي لهذه الفترة الطويلة. سفيتلانا محظوظة لأنها حصلت على أماكن على متن هذه الطائرة البشكيرية. التأخير في الحصول على تأشيرات دخول أدى إلى نفاد الأماكن على متن الرحلات الأخرى. كنا سنرى بعضنا ونمضي وقتا ممتعا معا. أنجز الطاقم الاستعدادات الأخيرة. الرحلة BTC 2937 ستقلع بعد قليل. نتمنى لكم رحلة موفقة. الساعة 9:15 مساء. أقلعت الرحلة BTC 2937 التابعة للخطوط الجوية البشكيرية المستأجرة من مطار دوموديديفو في موسكو. المسافة إلى برشلونة 3000 كيلومتر. مدة الرحلة المقدرة 4 ساعات وثلث. سويسرا، مركز مراقبة منطقة زوريخ. الساعة 11 مساء. عمل بيتر نيلسون مراقب الحركة الجوية البالغ من العمر 35 سنة والمولود في الدنمارك في المناوبة الليلية، وكان ومراقب آخر يديران قطاعا من المجال الجوي فوق شرق سويسرا وجزءا من جنوب غرب ألمانيا. في النهار يشكل هذا أحد تقاطعات الطرق الأكثر نشاطا في أوروبا، لكن في الليل تتراجع الحركة وتصبح بطيئة للغاية، فتقتصر على طائرات عدة في أي وقت محدد. ذهب زميل بيتر نيلسون ليستريح، فبات نيلسون المسؤول الوحيد عن كل مجال منطقة زوريخ الجوي. أعد أحد الرادارات للحركة التي تعبر قطاعه، والآخر للطائرات الهابطة في مطار فريدريك هافن المجاور.
لكن بعد الساعة 11 مساء لم يقرر هبوط أي طائرات. استطاع نيلسون أن يركز تركيزا حصريا على الطائرات المارة. الساعة 11:06، حلقت سفيتلانا كالوييف وولداها إضافة إلى الركاب الآخرين على متن الطائرة البشكيرية على ارتفاع 10,600 متر فوق النمسا. من المقرر أن يصل إلى برشلونة بعد أكثر من ساعتين، على بعد 600 كيلومتر. أقلعت طائرة دي اتش ال من طراز بوينغ 757 من برغامو في إيطاليا. الوجهة بروكسل. كان القبطان ومساعد الطيار الشخصين الوحيدين على متنها. وصل مهندسو الصيانة إلى غرفة مراقبة نيلسون. لن تراقب من الرادار الرئيس. أتوا لصيانة الرادار الرئيس. الساعة 11:21، دخلت طائرة شحن دي اتش ال الرحلة دي اتش اكس 611 مجال نيلسون الجوي. طلب القبطان الإذن بالصعود إلى ارتفاع 10,600 متر. طاب مساءك أيها رادار السويسري، هنا دي اتش اكس 611. دي اتش اكس 611، عينا هويتك. أتوقع المزيد من الصعود بعد 4-5 دقائق. قبل أن يسمح لهم بالصعود، على نيلسون أن ينظم الحركة. 320، انحدري. كان على مهندسي الصيانة الآن أن يتحققوا من شبكة الهاتف. أسرعوا في العمل من فضلكم. الساعة 11:25 مساءً. اقتربت طائرة غير متوقعة من مطار فريدريك هافن. كان على نيلسون أن يبدل محطات الرادار، لكن طائرة الإرباص المؤخرة الرحلة AEF 1135 اقتربت لتهبط. اتصل ببرج مراقبة المطار لإبلاغهم بذلك. لم يستطع التواصل معهم، لكن كان لا يزال لديه 10 دقائق قبل أن تحط طائرة الإرباص، لذا عاد إلى رادار الطائرات المارة. دي اتش اكس 611، وأعطى طائرة شحن الدي اتش ال الإذن بالصعود إلى ارتفاع 10,600 متر. اصعدوا إلى مستوى الرحلة 360. ثم عاد نيلسون إلى الإرباص واتصل بمطار فريدريك هافن من جديد. بي تي سي 2937، اتصلت الطائرة البشكيرية المستأجرة به فيما اقتربت من قطاعه. المحطة تنادي، كرر. بي تي سي 2937، المستوى 360. لكن فيما أشعرهم نيلسون بتلقي اتصالهم، اتصلت به طائرة الإرباص. AEF 1135 متجهة إلى الداخل، الاضطراب الأخير محدد بنظام الحط بأجهزة القياس على المدرج 20. أتوقع ذلك، سأتصل بك بعد قليل. اتصل نيلسون بمطار فريدريك هافن مرة ثالثة. AEF 1135، اتصل بطائرة الإرباص لاسلكيا وطلب منهم الاتصال بالمطار بشكل مباشر. لا أستطيع الاتصال بفريدريك هافن، من فضلك هل تستطيع الاتصال بهم في موقعك التالي؟ علم. كانت طائرة الدي اتش ال تحلق الآن فوق سويسرا على ارتفاع 10,600 متر. فجأة أطلق نظام تفادي الاصطدام المروري على متنها تنبيهاً. حركة مرور، حركة مرور.
بلغت المساحة الفاصلة بين الطائرتين الآن 25 كيلومترا. حركة مرور، حركة مرور. كانتا تحلقان الآن على الارتفاع نفسه، متوجهتين إلى المكان نفسه. فجأة أدرك نيلسون أنه يواجه مشكلة طارئة. BTC-2937. في الحال طلب من الطيارين الروسيين النزول. انزلوا إلى المستوى 350. لدي طائرة تمر. بعد ثوان أفاد نظام تفادي الاصطدام المروري بالعكس تماما. اصعدوا اصعدوا اصعدوا. يطلب منا صعود. إنه يوجهنا إلى الأسفل. اصعدوا اصعدوا. في الوقت نفسه طلب نظام تفادي الاصطدام المروري في طائرة الدي اتش ال من هذه الأخيرة أن تنزل. انزلوا انزلوا. لم يعرف الطاقم البشكيري أي أمر يجب أن ينفذه. اصعدوا اصعدوا اصعدوا. كرر نيلسون تعليماته. انزلوا بسرعة إلى المستوى 350 BTC-2937. حين رأى نيلسون أنهم نفذوا أوامره أبلغهم أن طائرة الدي اتش ال تقترب من جانبهم الأيمن. لدينا طائرة على موقع درجتين الآن على المستوى 360. عاد ليتصل بالإرباص. في الطائرة البشكيرية بحث الطاقم عن طائرة الدي اتش ال. فصلت 5 كيلومترات تقريبا بين الطائرتين. كانتا تهبطان كلتاهما بسرعة 1300 كيلومتر في الساعة، أي أسرع من سرعة الصوت. إنها هنا. انزل. إنها هنا. انزل بسرعة. الساعة 11:35 ليلاً. AEF-1135. أخيراً اتصل طاقم الإرباص بمطار فريدريك هافن. ها نحن ذا فريدريك هافن. استطاع نيلسون الآن أن يحول الطائرة. نعم إلى اللقاء. BTC-2937. 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 سقط حطام مشتعل من السماء بالقرب من أوبرلينغن في ألمانيا. عند بزوغ الفجر أطلقت الشرطة العملية الأكبر التي شهدتها المنطقة. أخمد رجال الإطفاء الحطام المستعر. كان على رجال الإنقاذ أن يباشروا بمهمة البحث عن الجثث المروعة. تحطمت الطائرتان وقضى جميع الركاب في داخلهما. في غضون أيام وصلت العائلات إلى مسرح الحادث. كان بينهم زولفيت هاماتوف والد آرتور ابن 11 سنة.
كانت هذه صدمة، فقد الكثير من الأهل وعيهم حين رأينا أجنحة الطائرة وذيلها المحطمة. مع ذلك أملنا أن يهرع هؤلاء الأولاد آتين من مكان ما، ولا شك أن كل أب أو أم آمن بمعجزة ما. أتى فيتالي كالوييف جوا من برشلونة متمسكا بالخبر القائل إن زوجته وولديه لم يكونوا على متن الطائرة. على المرء أن يتأكد، ربما لم تتحطم طائرتي، ربما حصل أمر آخر، من استطاع أن يتأكد من دون أي دليل؟ أكد المحققون مخاوفه الأسوأ. تأكد الآن خبر مقتل 71 شخصا على متن الطائرتين. كان هذا حادث الطيران المدني الأسوأ الذي شهدته ألمانيا. في صناعة تحميها أنظمة أمان كثيرة ومتقدمة للغاية، كيف يمكن أن يحصل هذا؟ الآن بمراجعة أحداث ذلك اليوم والغوص في التحقيق، نستطيع الكشف عن سلسلة الأحداث المفجعة التي أدت بالطائرتين إلى المكان نفسه وفي آن واحد. استدعي محققون من البي اف يو، أي مكتب التحقيق في حوادث الطيران في ألمانيا، إلى مسرح الحادث. وضع ينس فريدمان في موضع المسؤولية عن موقع حادث التحطم. التحقيق في حادث جوي شبيه بتحقيق جنائي، ثمة مسرح جريمة ونريد تحديد الوقائع. في موقع الحادث بدأنا في جو من الفوضى التامة، إذ انتشر الحطام في كل مكان. لا يستطيع فريدمان الاستخفاف بأي شيء ولا حتى باصطدام الطائرتين. كان هناك طائرتان في الجو، لا نعرف إن كانتا قد اصطدمتا أو تجاوزت إحداهما الأخرى بمسافة قصيرة للغاية ففقدتا السيطرة أو ما شابه. من دون الصندوقين الأسودين كان على فريدمان أن يحاول اكتشاف ما جرى بمعاينة أجزاء الحطام الممزقة. أحضرت قطع أساسية إلى مركز تخزين متخصص إلى شمال ألمانيا. سرعان ما روى المعدن الملتوي قصة واضحة بنظر فريدمان. احتكت البوينغ بالتوبوليف في مكان واحد، فتحطم الجزء العمودي من الذيل. تضرر جناح التوبوليف الأيسر والجانب الأيسر من جسم الطائرة، كما ظهرت أدلة على اصطدام في الجانب السفلي من الجناح الأيمن. كشف الحطام أن طائرة شحن الدي اتش ال وطائرة البشكيرية المستأجرة اصطدمتا في الجو. نعرف الآن ما حصل. السؤال المطروح هو لماذا حصل ذلك؟ كيف اتفق أن اقتربت إحداهما من الأخرى إلى هذا الحد؟ في موقع التحطم وسط قطع الطائرتين المحطمة، وجد المحققون أخيرا ما كانوا يبحثون عنه، صندوقات الطائرتين الأسودين. كان هذا بالغ الأهمية لنا نحن المحققين في الحادث. انضم يوهان روس العامل في مكتب التحقيق في حوادث الطيران إلى التحقيق. كانت مهمته تحليل محتويات المسجلات. تساعدنا مسجلات صوت كمرة القيادة في فهم ما حصل هناك وكيف توصل الطيران إلى اتخاذ قراراتهما. بدأ روس بمعاينة نظام تفادي الارتطام المروري التابع للطيار.
تمثل سؤالنا الأول في تحديد ما إذا كان نظام تفادي الاصطدام المروري قد عمل كما يجب. يرسم نظام تفادي الاصطدام المروري خريطة ثلاثية الأبعاد حول طائرة مستخدما ارتفاعها وسرعتها ووجهتها. جميع الطائرات المجهزة بهذا النظام تبث باستمرار هذه المعلومات بعضها للبعض، وإذا دنت الطائرات دنوا كبيرا الواحدة من الأخرى ينبه هذا النظام الطيارين. طائرة طائرة. وإذا اقتضى الأمر يعطيهم ما يسمى باستشارات القرار. انحدر انحدر. عاين روس الصندوق الأسود فتأكد بسرعة من أن النظام عمل كما كان يفترض به أن يعمل. طائرة طائرة. قبل الاصطدام ولد نظامات تفادي الاصطدام المروري استشارات قرار وعرضاها. أمرت التوبوليف الروسية بالصعود وبوينغ الدي اتش ال بالهبوط. لو نفذت الطائرتان هذه التعليمات لما حصل الاصطدام، لكن فيما أطاع طيارا طائرة الدي اتش ال نظام تفادي الاصطدام المروري انحدر انحدر، لم يفعل الطاقم الروسي. اصعد اصعد. يتوجه خبيران من الولايات المتحدة إلى موقع اصطدام مميت لطائرتين في الجو إلى جنوب ألمانيا. تحول اصطدام أوبرلينغن الجوي الآن إلى خبر عالمي، فأطلقت وسائل الإعلام التخمينات بكل حرية وبحثت عمن تلقي اللوم عليه. تجاهل قبطان الطائرة الروسية تعليمات مراقبي حركة المرور الجوي. لما ساعد جهاز تفادي الاصطدام المروري بحصول هذا الحادث؟ ولما لم تنزل الطائرة الروسية حين أمرت بذلك؟ أهي مشكلة لغة؟ يصدر المراقبون أوامرهم دائما بالإنجليزية. ألغت تسجيلات الصندوق الأسود إحدى النظريات بسرعة. زوريخ، طاب مساؤكم، هنا بي تي سي 2937 المستوى 360. بفضل مسجلة صوت كمرة القيادة استطعنا أن نتأكد من أن اللغة لم تكن المشكلة، فقد فهم الطاقم الروسي الإنجليزية فهما ممتازا. لكن المسجلات كشفت عن أمر مفاجئ. اصعد اصعد. يطلب منا الصعود لكنه يوجهنا إلى الأسفل. لاحظنا صدور تعليمات من جانب مراقب حركة المرور الجوي. بي تي سي 2937 انزلوا إلى مستوى الطيران 350. ووجدنا أن نظام تفادي الاصطدام المروري أصدر استشارة أيضا في الوقت نفسه أو بعد ذلك بقليل. اصعد اصعد. في الوقت نفسه تقريبا طلب من الطيارين الروسيين أن يقوما بأمرين مختلفين كل الاختلاف. انزلوا إلى مستوى الطيران 350 بسرعة. احتاج الطاقم الآن إلى اتخاذ قرار سريع للغاية. ما الأمر التالي الذي يجب أن يفعله؟ واكتشفنا أن الطاقم وجد صعوبة كبيرة في اتخاذ هذا القرار، لكن كان يجب أن يكون القرار بسيطا. حلقت الطائرتان فوق ألمانيا، وتنص القوانين الأوروبية على أن لنظام تفادي الاصطدام المروري الأولوية لمراقبي حركة المرور الجوي. بالنسبة إلي لا تفسير البتة لحصول أمر مماثل. اصعد اصعد. لما لم يستخدم الطاقم نظام تفادي الاصطدام المروري كما يمكن وكما يجب استخدامه؟ في أبريل عام 2001 كان نظام تفادي الاصطدام المروري إلزامياً في معظم أنحاء العالم، لكن المحققين اكتشفوا استثناءً بارزاً، روسيا. هل يعقل أن يكون الطاقم الروسي جاهلاً لطريقة استخدام نظام تفادي الاصطدام المروري؟ روستوم ماستافن طيار بشكيري سابق أكد أن الطائرات التي قامت برحلات عبر البحار جهزت خصيصاً بنظام تفادي الاصطدام المروري، على الرغم من أن ذلك لم يكن شائعاً في الرحلات الداخلية. حالما أدخلت إلزامية نظام تفادي الاصطدام المروري، حرص معهد تدريب الخطوط الجوية البشكيرية على تدريب طيارين على استخدامه.
طار ماستافن بانتظام مع طياري الرحلة بي تي سي 2937. حين وقعت الكارثة كنا قد اكتسبنا خبرة واسعة في استخدامه. عرف الطاقم طريقة عمل نظام تفادي الاصطدام المروري، لكنه تجاهل تعليماته. كشف دليل طيران التوبوليف، وهو كتاب الطيران التشغيلي المقدس، عن السبب. علمنا من هذه الكتيبات أن لأوامر مراقبي حركة المرور الجوي الأولوية دائما. في تلك الفترة نص كتيب العمليات على منح أوامر مراقبي حركة المرور الجوي الأولوية على نظام تفادي الاصطدام المروري في حال أطلق النظام تنبيها، وقال إن لمراقبي حركة المرور الجوي السلطة النهائية. بخلاف القوانين الأوروبية، لم يدرب الطاقم الروسي على استخدام نظام تفادي الاصطدام المروري إلا كجهاز استشاري، واستطاع اختيار اتباع تعليمات المراقب إذا أراد. نفذوا تعليمات نظام تفادي الاصطدام المروري لكن على الطريقة الروسية. كنت لأقوم بالأمر نفسه الذي قام به هذان الرجلان وأنفذ أوامر مراقب حركة المرور الجوي. فجأة استطعنا أن نفهم سبب تصرف الطاقم بهذه الطريقة. اكتشف المحققون سبب انحدار الطائرتين. فيما نفذ طاقم الدي اتش ال تعليمات نظام تفادي الاصطدام المروري، أطاع الطيران الروسيان مراقب حركة المرور الجوي. لكن هذا لم يجب على سؤال أساسي. يراد من نظام تفادي الاصطدام المروري أن يكون الملاذ الأخير. يجب ألا تكون الطائرتان قريبتين لتشغيله حتى في البداية. حول المحققون انتباههم إلى غرفة مراقبة حركة المرور الجوي. على المراقب أن ينصح الطيارين بتعديل ارتفاعهم قبل ما لا يقل عن دقيقتين من حصول نزاع محتمل. لكن بيتر نيلسون لم يطلب من الطاقم الروسي النزول إلا قبل 43 ثانية من الاصطدام. بي تي سي 2937 انزلوا. لما تأخرت مراقبة حركة المرور الجوي في إصدار أمر الانفصال؟ تأخرت إلى حد أن خطر وقوع الحادث كان محدقاً حقاً. من خلال سجلات نوبات العمل والمقابلات، علم المحققون أن نيلسون كان مراقب حركة المرور الجوي الوحيد في الخدمة ليلة الأول من يوليو. تقضي سياسة سكاي جايد الرسمية بأن يوضع ما لا يقل عن مراقبي حركة مرور جوي في الخدمة في أي وقت. عرف المحققون أنه بات من المألوف في سكاي جايد أن يأخذ أحد المراقبين فترة استراحة طويلة خلال نوبة العمل الليلية. كان توم لارسون صديق نيلسون الحميم، وهو عمل معه لسنوات عدة. قمنا بما فعله بيتر خلال نوبة العمل الليلية طوال الوقت. لم يعمل سوى مراقب واحد لأن حركة المرور كانت خفيفة. بين الساعة 11 ليلاً والسادسة صباحاً لم يقرر هبوط أي طائرة في أي من المطارات في المنطقة. لكن عند حوالي الساعة 11:25 في الأول من يوليو عام 2002 واجه نيلسون هبوطاً غير متوقع. اقتربت طائرة من مطار فريدريك هافن. كان يجب أن ينسق معها. من غير المعتاد أن تهبط طائرة في هذا الوقت في فريدريك هافن. أعتقد أن المراقب تفاجأ بذلك بعض الشيء. تنص القوانين على ضرورة أن يتصل نيلسون ببرج مراقبة المطار قبل أن يسمح للطائرة المتأخرة بالهبوط. يجب أن يكون ذلك روتينياً. بالضغط على زر يتصل الهاتف مباشرة ببرج فريدريك هافن. لكن السجلات أظهرت أن نيلسون لم يستطع إجراء الاتصال. عرف المحققون أن شبكة هاتف نيلسون كانت متوقفة عن العمل بسبب أعمال صيانة. حتى حينئذ يجب أن يتمكن المراقب من إجراء اتصال بالضغط على زر. لكن معاينة تقنية للهواتف أظهرت مشكلة مروعة.
خط الاتصال الاحتياطي الذي كان يجب أن يكون متوفراً كخط إضافي كان معطلاً تلك الليلة. لم يكن الاتصال الهاتفي ممكناً بسبب مشكلة تقنية. كرر نيلسون محاولات الاتصال بفريدريك هافن. فجأة شغلت مهمة روتينية معظم وقته. رجاء اتصلوا بي لاحقا. كان أكثر انشغالا من العادة، إذ استحال عليه إجراء اتصالات هاتفية، وكان عليه البحث عن حلول بديلة وعن طرق تواصل أخرى. لا أستطيع الاتصال بفريدريك هافن، هل يمكنك الاتصال بهم على هاتفك الثاني؟ انشغل نيلسون بتحويل طائرة الإيرباص المتأخرة، فتجاهل الطائرات المارة. ركز 5 دقائق على تلك المشكلة التي حولت انتباهه عما كان يحصل على الشاشة، على شاشة الرادار. لكن كان في راداره خدمة طوارئ يجب أن تنبهه إلى وجود خطر وشيك، تنبيه إلى تضارب قصير المدى. التنبيه إلى تضارب قصير المدى. نظام آخر شبيه بنظام تفادي الاصطدام المروري، لكنه نظام أرضي يساعدنا على الرادار إذا فاتنا تضارب. سينبهنا إلى حصوله إذا لم نره في الوقت المناسب. قبل 2 دقيقة من وقوع اصطدام محتمل، يجب أن يومض هذا التنبيه على شاشتي رادار بيتر نيلسون إضافة إلى تنبيه صوتي. هذا ما حصل بالضبط على بعد 180 كيلومترا في كارلسروا في ألمانيا. لاحظ مراقبا حركة المرور الجوي في كارلسروا على شاشة رادارهم أن طائرتين كانتا تقتربان أكثر من اللازم. كشفت التسجيلات أن المراقب في كارلسروا حاول الاتصال بنيلسون لتحذيره، لكن شبكة الهاتف الاحتياطية المعطوبة في زوريخ منعته من القيام بذلك. منعته قوانين الطيران من الاتصال بطائرات ليست في قطاعه ما لم يفقد المراقب المسؤول وعيه أو يغادر مركزه. قرر مراقب حركة المرور الجوي في كارلسروا أن يلتزم بالقوانين، وحاول أن يتصل بنيلسون 11 مرة من دون أن يتمكن مطلقا من التواصل معه. BTC 2937. أظهرت السجلات أن نظام تنبيه نيلسون البصري لم يعمل. علم روس أن رادار زوريخ خضع أيضاً للصيانة، أي أنه وضع أيضاً في حال احتياط. بسبب أعمال الصيانة التي خطط لإجرائها على شبكة الرادارات، لم تكن كل الخدمات المقدمة خلال العمليات العادية متوفرة فعلاً. في حال الاحتياط، خدمة طوارئ معينة لم يحظ بها نيلسون. جهاز إنذار نظام التنبيه إلى التضارب البصري. كانت هذه القطعة الأخيرة من الأحجية التي شرحت سبب امتناع نيلسون عن أمر الطائرة الروسية بالنزول، وسمح لها بذلك فقط قبل 43 ثانية من الاصطدام. أظهر لنا التحقيق أن سلسلة من الأحداث السيئة الحظ اجتمعت معا خلال مراقبة حركة المرور الجوي. لو سمع نيلسون إنذار نظام التنبيه إلى التضارب قبل عمل نظام تفادي الاصطدام المروري على متن الطائرة، لما حصل تضارب ولا تم تفادي الحادث. لكن بعد إذن ظهر تطور أخير. قبل 19 ثانية من الاصطدام، أبلغ بيتر نيلسون الطيارين الروسيين أن طائرة DHL تقترب من يمينهما. لدينا الآن طائرة على درجتين على مستوى 360. أين هي؟ في الواقع كانت تقترب من الشمال في موضع 10 درجات. الإجهاد هو التفسير الوحيد الذي استطاع المحققون أن يجدوه لهذا الخطأ.
ليس مؤكدا أن يكون الوقت قد سمح للطيارين الروسيين بالصعود وتفادي الاصطدام حتى إذا شاهدا طائرة دي اتش ال من قبل. إنها هنا إلى الشمال. لكن التسجيلات أظهرت أنهما في اللحظات الأخيرة حاولا القيام بذلك. لدى الاصطدام انشطرت الطائرة البشكيرية المستأجرة إلى 4 أجزاء. هبطت طائرة شحن الدي اتش ال لولبياً وبجموح إلى الأرض. الحادي والعشرون من فبراير عام 2004، فيما وضع المحققون تقريرهم النهائي، سافر فيتالي كالوييف إلى زوريخ. استحوذت عليه فكرة إيجاد شخص يحمله مسؤولية مقتل زوجته وولديه. أردت أن أسمعهم يقولون إننا مسؤولون لكن سامحنا إذا أمكن. قتلوا أولادا كثيرين ولم يحصل أي شيء. لم يعتذروا ولم يعبروا عن حزنهم. لا شيء. كان نيلسون لا يزال يعمل في سكاي جايد، لكنه انتقل إلى أقسام تحليل تدابير السلامة، فعرف كالوييف مكان إقامته. ذهبت لأقابل المراقب. عرفت أنه كان في الخدمة تلك الليلة. كان يجب طي كل هذه الصفحة. كان يجب الانتهاء من كل شيء. لم أرغب في الانتظار فترة أطول، وقررت أن أنهي هذا الأمر بنفسي. خرج نيلسون. كان أطول قامة مني. أريته صور ولدي في نعشيهما، فدفع يدي ثم نال ما استحقه. يقول البعض إن هذا كان انتقاما، لكن الانتقام أمر تافه. ينتقم المرء حين يكون قد تعرض لإهانة عميقة، لكن هذا لم يكن انتقاما بل كان عقابا. في سويسرا ألقي القبض على رجل متهم بقتل مراقب جوي كان في الخدمة لدى اصطدام طائرتين منذ سنتين. طرد وطعن حتى الموت أمام عائلته. قتل بسبب خطأ مميت. كان بيتر نيلسون في 36 من عمره، وكان لديه وزوجته 3 أولاد. بعد إلقاء القبض عليه أدخل فيتالي إلى مصح عقلي، ريثما تقرر المحكمة إن كان في كامل قواه العقلية ليحاكم. أدين كالوييف بالقتل عن سابق تصور وتصميم، وحكم عليه بالسجن 8 سنوات في سجن سويسري. في نوفمبر عام 2007 أطلق سراحه بعد أن حدد الاستئناف أنه تصرف بانعدام مسؤولية بسبب موت زوجته وولديه. فيتالي كالوييف ليس نادما على تصرفه. في مايو عام 2004، بعد حوالي 2 سنين من العمل الدؤوب، نشر فريق التحقيق الألماني تقريره النهائي. من الممكن الآن أن نراجع أحداث ذلك اليوم المشؤوم ونتبع الأدلة التي كشفت خلال التحقيق. الأول من يوليو عام 2002، الساعة 8:48 مساء، قبل 2:47 من الكارثة، أقلعت طائرة مستأجرة تابعة للخطوط الجوية البشكيرية من مطار دومودودوفو في موسكو. قبل 1/3 ساعة من الكارثة، في مركز مراقبة منطقة زوريخ، مراقبان جويان في الخدمة. ذهب أحدهما ليستريح، فبقي بيتر نيلسون يعمل لوحده الآن. قبل 12:33 من الكارثة، دخلت طائرة شحن دي اتش ال إلى مجال نيلسون الجوي وطلبت الإذن بالصعود إلى ارتفاع 10,600 متر. قبل 9:49 من الكارثة، اقتربت طائرة إيرباص متأخرة لتهبط في مطار فريدريك هافن.
حاول نيلسون الاتصال بالمطار لتحويل الطائرة، لكن هاتفه كان في وضع احتياط بسبب الصيانة، وعانى نظام الاحتياط من خلل. قبل 5 دقائق و21 ثانية من الكارثة، اتصلت الطائرة البشكيرية المستأجرة لاسلكياً بنيلسون. حلقت على ارتفاع 10,600 متر وأوشكت على الدخول إلى مجاله الجوي. قبل 2 دقيقة من الكارثة، باتت الطائرة البشكيرية وتلك التابعة للدي اتش ال على الارتفاع نفسه الآن، وفصلهما أقل من 44 كيلومتراً، واقتربت إحداهما من الأخرى بسرعة تجاوزت سرعة الصوت. كان على نظام التنبيه من التضارب القصير المدى أن ينذر نيلسون بالاصطدام الوشيك، لكن راداره كان أيضاً في وضع احتياط، لذا لم يعمل نظام التنبيه من التضارب بشكل كامل. قبل 43 ثانية من الكارثة، أخيراً لاحظ نيلسون أن الطائرتين على طريق سيؤدي حتماً إلى اصطدامهما، فطلب حالاً من الطيارين الروسيين أن ينزلا. أنزل الطائرة إلى المستوى 350. بعد ثوان انطلق نظام تفادي الاصطدام المروري في كلتي الطائرتين، طلب من طياري دي اتش ال النزول. انزلوا انزلوا. ومن الطاقم الروسي الارتفاع. اصعدوا اصعدوا. طلب منا الارتفاع لكنه يوجهنا إلى الأسفل. لم يدرك نيلسون أن استشارات منحت للطائرتين، فكرر تعليماته للطيارين الروسيين. بي تي سي 2937 انزلوا الطائرة إلى المستوى 350. تسمح الخطوط الروسية للطيارين باتخاذ قرارهم الخاص في هذه الحالات المتضاربة. هنا نفذوا أوامر نيلسون. نزلت الطائرتان الآن. قبل 19 ثانية من الكارثة، اعتقد نيلسون أن النزاع حل، لكن قبل أن يوقف البث أبلغ الطاقم الروسي أن طائرة دي اتش ال تقترب من اليمين، والواقع أنها كانت تقترب منهم من الشمال. أين هي؟ قبل 3 ثوان من الكارثة، رصد الطاقم الروسي طائرة دي اتش ال. إنها هنا إلى الشمال. ارتفعوا لكن بعد فوات الأوان. انزل بسرعة. عند الساعة 11:35 ليلاً، اصطدمت الطائرتان على ارتفاع 10,600 متر فوق مدينة أوبرلينغن في ألمانيا. فقضى الركاب 17 جميعاً على متن الطائرتين. استنتج تقرير التحقيق الألماني أن بيتر نيلسون والطيارين الروسيين ارتكبوا أخطاءً فادحة، لكن الإهمال من جانب سكاي جايد كان سبب الحادث الرئيس. في مايو عام 2004، بعد نشر تقرير المحققين الألمان وخلال مؤتمر صحفي في زوريخ، قدم مدير سكاي جايد التنفيذي ألان روسيه اعتذاراً رسمياً. نحن أيضاً ارتكبنا أخطاءً، ونحن نادمون ندماً بالغاً عليها. نتحمل المسؤولية كما جاء في تقرير التحقيق الألماني، ونطلب السماح من عائلات الضحايا. في سبتمبر عام 2007، وجدت محكمة سويسرية 4 موظفين في سكاي جايد مذنبين بتهمة القتل بسبب الإهمال. حكم على 3 مدراء أجازوا تطبيق سياسة المراقب الواحد بالسجن سنة مع وقف التنفيذ. غرم مدير المشروع المشرف على أعمال الصيانة ليلة الاصطدام 13,500 فرنك سويسري، أي ما يعادل 11,000 دولار تقريباً. عملاً بتوصيات فريق التحقيق الألماني، تجري سكاي جايد مجموعة متنوعة من التغييرات الإجرائية، وهم يحرصون الآن على وجود مراقبين في الخدمة على الدوام حتى خلال نوبة العمل الليلية الهادئة. لن يجد أحد نفسه أبداً في وضع بيتر نيلسون من جديد. كما أوصى المحققون بتوحيد قوانين نظام تفادي الاصطدام المروري الدولية والإقليمية، إضافة إلى كتيبات الطائرات التشغيلية. يجب أن يحظى نظام تفادي الاصطدام المروري بالأولوية على مراقبي حركة المرور الجوي. لا يمكن التأكيد بأن هذا النوع من الأحداث لن يتكرر أبداً من جديد، لكننا واثقون من أننا استطعنا تقديم مساهمة هامة للحؤول دون تكرار حدث مماثل.